فيعني يعني حضرتك شايف ان ده يعني والله برضه في امريكا نفس الشيء، رجال الاعمال هنا ما يبصوش ولا يساعدوا بحث علمي الا لما يشوفوا ان بعد 3 سنين هيبقى في حاجه يبيعوها. لو ما شافوش ديت ولا بيسالوا عنها. فالحكومه هي اللي بتدفع البحث العلمي بس الحكومه برضه بتكسب. يعني كل دولار الحكومه بتدفعه في البحث العلمي بتاع المواد بيطلع لها 5 دولارات. ازاي بيطلع لها؟ يعني الفلوس دي كتير، وابحاث هنا وهنا معظمها مش طلع حاجه، انما مثلا 10% طلعوا حاجه. صناعات بيناوب بيوظفوا ناس الصناعه دي. نوت الناس دول كانوا قاعدين الحكومه بتديهم فلوس علشان ما عندهمش وظايف، دلوقتي هم اللي بيدوا بقى الحكومه ضرايب دلوقتي. والمصانع نفسها بتعمل فلوس، بتدي الحكومه ضرايب. من الضرايب دي 5 دولار لكل دولار هم حطوا اصلا في البحث العلمي، اللي بس 10% منه طلع حاجات منه. يعني برضك الحكومه مش ما بتحبش العلماء، ما بيحبوش العلماء. توائم اي توائم. دكتور، موضوع النانو تكنولوجي بتاع الذهب اللي سيادتك عملته ده دخل في كلينيكال ترايل دلوقتي وقرب بتاع العلاج بالكانسر لا لسه لازم كلينيكال ترايل بياخدوا وقت كتير في الجسم، ده مهم جدا. لا يمكن، لازم نعمل حيوانات كتيره وبنعمل بالظبط ونشوف بيقعد فين وازاي بيقعد في حته نقدر نطلعه البقايا بتاعته بيجمع كل سيادتك قلت في الطحال بيبقى فيه لا طبعا لا لازم اتاكد انه ملوش يعني خطير. يعني مثلا لو يقعد مثلا في الطحال والطحال ما يقدرش يعمل الـ 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 الوظيفه بتاعته خلاص يبقى ملوش لازمه. يعني العيان هيموت بالطحال بدل ما يموت بالكانسر في حته ثانيه، واخد بالك؟ فلازم نعمل الحاجات دي على الحيوانات كلها، وبنعمل الحاجات دي دلوقتي الحمد لله باذن الله. انا سعيد ان في أن اولا عندنا في علوم القاهره، انا بشتغل في علوم القاهره اصلا قبل ما اجي الاكاديميه. في عندنا طلبه في البايو فيزكس ابتدوا يشتغلوا على الذهب النانو بارتكل بتاعته. بس عايزين يعملوا دليفري عن طريق اللايبوزوم. عن طريق اللايبوزوم ميديتد دليفري. بيستخدموه عندنا برضه. والكيتوزان حضرتك شايف في مستقبل ده. احنا في عندنا رسالتين في جامعه القاهره بتاعت يعني تاخد من الحاجه عملته كويس خصوصا للبرين والحاجات دي. بالظبط. بس انت ممكن ده يعني عالي جزء من السايد افكت المتوقع لو استخدم مثلا لايبوزوم ميديتد ترانسفير مثلا او الكيتوزان، ممكن يساعد في تقليل الاخطار شويه ولا صح؟ اللي هو بتاع ايه؟ لو حطينا يعني عملنا النانو بارتكل حطيناها جوه البروتين اللي هو اللايبوزوم او جوه الكيتوزان نوع من انواع البوليسكرايد. يعني زي كوتنج، يعمل كوتنج للنانو بارتكل بحيث ان هي تبقى سيف. عملنا شويه حاجه عملت الدكتور رشدي كان بمركز البحوث كان عندنا وعمل ده وفعلا بيقدر يكونه النانو بارتكل فيه وكل حاجه. واللايبوزوم كان يعني ممكن ياخده في اي حته في يعني كدراج دليفري يعني يوصل الدواء يعني. بالظبط. لان انت عارف سيادتك دلوقتي يعني في ثوره في مصر كلها قايمه على افكار حضرتك، لان الناس كلها مبهوره. دي مور بيبقوا يشتغلوا مبهوره العلاج باسرع حاجه. فتحت ابواب حتى افكار للشغل، وكل واحد طبعا بيعمل محاضره يعني بيقول ان ده دكتور مصطفى السيد عمل ده وانا بحاول امشي على هداه وعلى خطه. ربنا يساعده. ما هي حرب ضد السرطان ده. ده حقيقه حرب. لما يكون العدد العساكر كتير نخلص عليه بسرعه اسرع. ده حقيقه. انا بشكر سيادتك جدا وساعدنا بالقاء. الله يخليك يا رب. شكرا لك. شكرا لك.